مع كامل احترام لكل الموبايلات، ولكن انا لقيت افضل موبايل تقدر تشتريه في الفئه المتوسطه السنه دي، الاونر 90، سعره 1600 درهم او حوالي 430 دولار، يعني 13000 جنيه. 13000 جنيه فئه متوسطه عادي دلوقتي كده. ده ترشيحي الاول السنه دي، عشان في حاجات مش موجوده في اي موبايل بالسعر ده. اول حاجه بيتكلموا عنها وخدت وقت كبير قوي في الايفنت، وهي الشاشه. حجمها 6.7 اموليد، 120 هرتز، كيرفد من الاربع جناب، يعني هنا وهنا وفوق وتحت كمان، دي غريبه. اتش دي ار 10 بلس بقى، البرايتنس بتاعها بيوصل ل 1600 نتس، حوافها صغيره، الريزولوشن تقريبا 2K، شاشه موجوده حرفيا في موبايلات بضاعه في ثمنها. ولكن الاهم بقى واللي اتكلموا عنه كتير قوي، وهي الاوضاع بتاعه راحه العين. كنت فاكرها ميزه عاديه كده اهوت ومركزش قوي، ولكن لقيتهم ان هم مطولين قوي فيها. بس لما رجعت بقى وقريت على موضوع الفليكر او الرعشه اللي تبقى في الشاشه دي، الموبايلات عموما بتفليكر بتردد معين كده، الفليكر ده اثبت ان هو بيوجع العين شويه وبيأثر على العين وبيعمل اجهاد مع الوقت طبعا الكتير، واحنا بقينا نقعد على الموبايلات بال 6 7 8 ساعات مش هنحور. ولكن زي ما انت شايف في المثال اللي قصادك كده كلهم بيرعشوا عينك، مش هتشوف الموضوع ده في الحقيقه، ولكن هو تاثيره موجود. فكره بقى ان الاونر 90 عملوا اول موبايل في العالم فليكر فري، ما فيهوش اي فليكر خالص، والموبايل بقى واخد شهادات ان هو فعلا امن للاستخدام وان بيريح فعلا العين. بص انا مش هقول لك بقى يا الهي وعيناي وبعد استخدامي للاونر 90، بص دي حاجه مش هتحس غير مع الوقت قدام بعد فترات كبيره، لان فعلا لاحظت ان في ناس كانت بتقول ان الشات بعض الموبايلات سببت لهم صداع، خصوصا لما بينزلوا برايتنس شويه. فمن اللي انا قريته ان ده هيبقى الترند الجاي في الموبايلات والشاشات، ان هم فعلا يقدموا حاجه ما تبقاش مضره قوي. واخر حاجه بقى عشان نقفل الكلام على الشاشه، هي ان البصمه في الشاشه كان نفسي تبقى في الجنب بس. ها الاداء بقى والمعالج اللي موجود هنا بقى، سناب دراجون 7 جين 1 مش 8 جين 1 اكسلريتد اديشن، النسخه المسرعه، 4 نانومتر، معالج قوي جدا، ببجي تشتغل معاك على اتش دي ار والترا، تجيب 60 فريم او تجيب اكستريم فريم ريت. لو عايزه للجيمنج فهو اختيار ممتاز، الموبايل ما بيسخنش. في الاداء العادي بقى عموما الماجيك او اس دي، الفتره اللي فاتت قعدت حبه حلوين قوي مع الاونر ماجيك 5 برو، الواجهه دي لما تدي لها معالج محترم خفيفه وسريعه وما بتهنكش، مش عايز اقول خالص بس انا ما لاحظتش اي تهنيج، وبسيطه ما فيهاش افوره ولكن فيها فيتشرز كتير لو انت عايز يعني. وبعدين في 12 جيجا رام ومساحه 512، فطاير هنا وبيبدا من 256 و12. من الحاجات اللي وفروا فيها شويه وهي الصوت، مش حاطين ستيريو سبيكر. بالنسبه لي واحد بلبس سماعات دايما لما اسمع حاجه واتفرج على حاجه، فدي مش مقصره معايا، ممكن تاثر معاك الله اعلم. البطاريه بقى، بص انا دلوقتي ما بقتش اقبل باقل من 5000، فتح كلام كده نبدا ب 5000، ده الحد الادنى لايه متطلبات اليومين دول، الموبايل بقينا نعتمد عليه في كل حاجه، فما تجيبش حاجه اقل من 5000. اللي تركز عليه برضو هو الشحن بقى، انك تجيب موبايل بشحن سريع، الموبايل هنا جاي ب 66 واط، مش سريع ولكن مش صاروخي، يعني هيشحن في اقل من ساعه، ولكن دلوقتي احنا بنسمع بقى 20 دقيقه وبتاع، ولكن برضو حط بالك السعر. ففي الفئه دي كلهم في حدود الستينات. في حاجات في الواجهه لو شغلتها هتوفر معاك جامد في البطاريه، تعمل الدايناميك ريفريش ريت والسكرين ريزولوشن تخليها سمارت، الكلام ده، برايتنس اوتو، دارك مود، الحاجات دي كلها بتفرق، مثلا بتديك ساعه زياده مثلا في البطاريه. خامات وديزاين الموبايل نظيف قوي، الجناب معدن، ممكن ناس كتير ما تحبش الديزاين دوت، ولكن انا كده كده ايه، انا عاجبني اللون مش عاجبني الباترن، كده كده ايه بحطه عليه كفر لانه جاي معاه في العلبه كفر وعليه سكرين. الكاميرات شكلها صايع كده، شكلها بيضاوي مش مدور عادي، ومسكه الموبايل وزنه حلو جدا. خش على الكاميرات بقى، بص بعد كل ده لو انت حطيت لي كاميرات عاديه هقول لك يا عم انا راضي، انت مديني شاشه عالميه واداء حلو جدا وبطاريه محترمه وخامات نظيفه، فعادي هضحي بالكاميرات. ولكن مع ذلك حطوا كاميرات الاجمد تقريبا في فئته، الكاميرا الخلفيه 200 ميجا بكسل، اول مره اسمع الرقم ده، والاماميه 50. اركن لي بس الايه ال 200 ميجا بكسل والرقم الاوفر ده، وخلينا في الكاميرا الاماميه. الحلو في الكاميرا الاماميه ان هي وايد جدا، الكواليتي بتاعتها حلوه قوي برده في الفيديو، لان دلوقتي كل الناس خلاص بقت بقى تشتغل بقى سوشيال ميديا وتيك توك وريلز وبتاع، فكله عايز كاميرا اماميه كويسه صور لحد 4K 30 فريم. وفي الصور الكاميرا واسعه جدا، الزاويه عريضه، يعني انا دايما بشوف ناس ايه بتعمل الحركه اللي هم يصوروا بالكاميرا الخلفيه الالترا وايد ويعملوا الحركه دي، يعني هو ما بيبقاش شايف نفسه بس عشان يصور بقى بالكاميرا الوايد، ولكن هنا انت مش محتاج الموضوع ده، الكاميرا الاماميه وايد جدا فهتجيب معاك كل حاجه حرفيا، وما فيهاش الشاربنس الاوفر اللي كان موجود زمان في موبايلات اونر. نرجع بقى للكاميرا الخلفيه وال 200 ميجا بكسل والرقم الاوفر ده، بص هو ده مش الوضع الطبيعي، ده انت اصلا عشان تشغله بتروح على مور، بعد كده بتروح على هاي ريزولوشن، يعني اصلا الفايل حجم الصوره اللي بتطلع 200 ميجا بكسل دي قويه جدا وكبيره جدا. الكاميرا الاساسيه حلوه جدا، الالترا وايد هي مش اللي عجباني قوي. الحاجات الجامده بقى اللي هم ضايفينها اللي هي المميزات بتاعه الاي اي اللي موجوده في الفيديو في الصور، حاجه زي الاي اي فلوج اسيستنت، لو انت واحد مصور كذا فيديو وعايز تجمعهم بقى، وبدل ما تحمل برامج مونتاج والكلام ده لو انت ما عندكش خبره قوي، فانت بتختار الفيديوهات اللي انت صورتها وهو بقى بيعمل لك كده مونتاج ويختار لك اللقطات الحلوه بالذكاء الاصطناعي. برده الكواليتي انهانسمنت بيعلي شويه جوده الصور والفيديوهات المهزوزه. موضوع برده عزل الضوضاء، لو انت جنبيك دوشه او كده هيحاول يركز انت على صوتك
بس ويعليه. فعجبني ان هم مركزين على تصوير الفيديو والمميزات بتاعته، لان الاتجاه السائد دلوقتي بقى فيديوهات اكتر من صور. فده كان الاونر 90. بجد الموبايل ده فكرني بايام وعز اونر كده، مثلا حاجه زي الاونر بلاي، الحاجات دي اللي هي فعلا كانوا بيقدموا قيمه قويه جدا. ارشحه لك وبقوه وانا مطمن. وطبعا في خدمات جوجل وشغاله زي الفل، مش محتاج تنزل ابلكيشنز والكلام ده. دايما تجربتي مع اونر في فلاجشيب بتبقى عالميه، فعلا موبايلات جامده بس بتنافس وسط سوق قوي قوي، والناس اللي بتدفع مبالغ كبيره نوعا ما ممكن يبقى عنده اختيارات تانية. ولكن لما نيجي بقى للفئه المتوسطه، لا الموبايل ده يكتسح. موجود في الامارات دلوقتي، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، تقريبا مع سماعه هديه اصلحها برضو. بس كده، عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وسلام.